احنا ذكرنا عناوين للجسيمات النانوية المستخدمة في توصيل الأدوية للدماغ. هنا بقى بيعمل مقارنة ما بين الأنواع المختلفة من الجسيمات النانوية، وتلخص هذه المراجعة أحدث التطورات في تغليف الأدوية التي سيتم توصيلها للدماغ، وقد تم النظر في أنواع مختلفة من الناقلات النانوية بما في ذلك الجسيمات النانوية القائمة على الدهون والبوليمرات والمعدنية، وتتم مناقشة مزايا وعيوب كل نوع من الجسيمات النانوية. فيما يتعلق بحاملات النانو القائمة على الدهون، بتوفر الجسيمات النانوية الدهنية الصلبة العديد من المزايا مثل التصنيع السهل والاستقرار الصيدلاني المعزز وزيادة محتوى الدواء وإطلاق الدواء بكفاءة والاستقرار المطور تبقى ممتدة المفعول. الجسيمات النانوية الدهنية الصلبة فعالة في تغليف المركبات التي لا تذوب في الماء بشكل جيد بسبب محتواها الدهني المرتفع. على النقيض من ذلك، على الرغم من انه الريبوزومات هي حملات النانو القائمة على الدهون الاكثر استخداما على نطاق واسع، الا انها تواجه تحديات في تحقيق تحميل دوائي مرتفع للأدوية الكارهة للماء بسبب مساحتها الثنائية المحدودة. ومن ناحية اخرى، تتميز المستحلبات النانوية بسهولة التحضير دون الحاجة الى مذيبات عضوية او مذيبات مساعدة، هي مشتقة في المقام الاول من الزيوت الصالحة للاكل، فهي تنطوي على مخاطر منخفضة السمية. استعرض فان دير دوخ واخرون مؤخرا مزايا وقيود الادفوزومات والليبوزومات. وفقا للمؤلفين، فان كلا النوعين من الفصيلات لها مزاياها الخاصة، في حين توفر على الليبوزومات سيطرة واسعة النطاق على المحتويات. تتمتع الأكسوزومات بميزة التوافق الحيوي المتأصل والتركيب البيولوجي المعقد الذي سيكون من الصعب إعادة إنتاجه بالكامل في الليبوزومات. علاوة على ذلك، فإن الأكسوزومات من أصل طبيعي في حين إن الليبوزومات من أصل صناعي. وبيتكلم على الجسيمات النانوية الصلبة الدهنية المعدلة، بيبقى ليها بمقارنة كفاءة جسيمات نانوية بالكيتوزان في إعطاء الإنسولين عن طريق الأنف. كانت جسيمات النانو الصلبة الدهنية المغطاة بالكيتوزان هي أفضل حاملات النانو لأنها زادت الالتصاق المخاط وانتشار الأنف معدل إطلاق الدواء. ومع ذلك، بالمقارنة مع جسيمات النانو الصلبة الدهنية والليبوزومات، فإن الجسيمات النانوية البوليمرية لها بعض القيود مثل التكتل الزيتي المحتمل، والذي عندما يحدث ممكن بيأثر على توصيل الدواء للمخ. ودي كانت جزئية مقارنة ما بين أنواع مختلفة من الجسيمات النانوية المستخدمة في توصيل المعلومات للمخ. مع السلامة.